ماكلارين يا اسطى وده صاحبها. ها اه ولا ولد انا مش هحلك يلا انت قبليك ياما مسكات فاشن انا لو عذبتهم يا عاملين ايه معاكم صلوا في فيديو جديد. اول حاجه عايزين كلنا نصلي على سيدنا محمد على افضل الصلاه والسلام. تاني حاجه يا جدعان النهارده يوم فيكتور يبقى مبسوط كده تمام كله كده. فعايزك تفضي حالك يا زميلي وتابع الفيديو للاخر عشان حصل شويه خنزره. طبعا يا جدعان تاريخ النهارده هو 1/10 ما عملناش تحدي بتاع 185,000 مشترك بس كل اللي وعدتكم بيه ان في تحدي اجمد منه وهيكون اكتر من 35 رويال باس. فعايزك يا زميلي تنزل تعمل اشتراك وتفعل الجرس عشان بكره او بعده هعلن عن مسابقه فيها رويال باسات كتير قوي. فروق عليا بالاشتراك بتاعك حط اللايك الجامد برضو ويلا بينا. لا بس الخزانه لازم انت تمسك سلاح الاول. طب ما فيش سلاح فوق السطر وما فيش حد فوق السطر. ماشي حلو كده كده نزلوا جنبنا لقوته البيت كله يا صاحبي ونطلعوا فوق على طول. ايوه في الدور التاني يا اسطى طالع هو طالع يا اسطى. يلا بسم الله بسم الله تعالى يا صاحبي ما تخافش مفيش حد. تعال معاه الشوت جن. حسيت بحاجه يا ابو حميد؟ ما حسيتش بحاجه يا اسطى. نهار ابيض ولا انا حسيت بحاجه. بيكتو يا ابو حديد. ماشي جم يا اسطى جم. اقفل الباب وتعالى بسرعه اقفل الباب وتعالى بسرعه يا اسطى. انا نويك انت تفنش تمام يا اسطى. طالعين على طول واحد ولع في صاحبه الاثنين ولعوا في بعضيهم. استنى صاحبه هيتنوق دلوقتي. انا بقول لك ما افتكرش الواد اول طالع اهو لازم يطلع على السطح دلوقتي والله. عمالين يغوتوا يا اسطى احنا قاطعين نفس هم مش حاسين. ها طالعين هم يلا مفاجأة يا اسطى. مكانك ها مكانك بسرعة مكانك يا اسطى مكانك تعالى يا معلم. ايه المولوتوف اللي انت هدفتها دي يا اسطى؟ هدفها فين؟ هدفها بره يا اسطى في الشارع دي ورايا خالص يا اسطى. انا ليه ما فتحتش القول يا اسطى وسمعت صوت السياره؟ كان هيشتمونا اكيد دول يا اسطى. لا هو ما شتموش. ماشي عم سحلي حبيبي عم سحلي تعال دخل الارهاب يا اسطى. يلا بينا يا اسطى يلا فين بس هو حبيبي عم جوكر علوبي يا اسطى. شوف سبيد خلص بديستن في منتهى البساطه كده يا اسطى وانت نايم بالظبط يا اسطى. بتفضل قاعد فوق السطح زميلي ما بتعملش اي حاجه كل شغلتك اللي انت بتبقى نايم بتخنصر بس اللوت بيجيلك والناس بتجيلك وبص والحياه تمام. حتى البوت يتعدم يا اسطى كله هيتعدم. اه يا اسطى مفيش تفاهم بس عشان معاهم سلاح جديد. ماشي وقفنا هنا وقفنا ماشي يا اسطى. اه شفته ثواني يا اسطى ثواني هدي النوك فينيش التمام. علوب يا اياد علوب يا اسطى كان لسه هيسيح اياد وبتاع فاهم. اياد مش شايف. الله عليك يا عم اياد والله ايه ده ايه الجمال ده يا اسطى. بس احنا عايزين نلاقوهم على طول فاهم احنا اللي نفايتهم مش هم يفايتوا بعض. او هناكم انمي ما اف 2 يا اسطى. ماشي تعالوا انا يا بوت انا تعال يا ابو تبيد تعال شوف الرجاله الجدعه دي فين بقى. ايه ده يا اسطى في حد قدامي. فين الواد اللي قدامك ده؟ لا طلع بوت يا اسطى والله طلع بوت. فين بقى النجم اللي بيحلو يا اسطى؟ اعطيني اف 2 بس. ماركت اللوكيشن. ماشي واحد اديته في نص دماغه يا اسطى. بص ما بلاش يا اسطى التهور اللي انت بتعمله ده. حلو كده بقى السكواد اللي قدامنا ده يا اسطى. لازم نخش زون. يلا يا حبيبي تبلع بقى يا عم بقى. ماشي يا اسطى يلا نخش زون يا اسطى. ها يلا بينا كفرني الجيم ده بتاعنا الجيم ده لاجل فيكتور يا اسطى. استنى عشان العالم مش عارف مكانها.
جبتوا عليهم. ماركت اللوكيشن. ما هو مفيش غير كده كلهم في البيت. حبوش واحد عليهم. راح له. ابن المنيا. جبت ابن المنيا. ابن سوريا مبسوط منك قوي يا اسطى. ماركت اللوكيشن. هو واحد بس بقى. هو واحد ده بس. يلا بينا نعذبه يا اسطى. طاسه ولا ام 20؟ هي ام 20. يلا بينا. هديله بالطاسه. هديله بالطاسه. هو كده انت بتفنش. تعال بقى اخر واحد يا صاحبي بالام توين. ها لقط او قدام انا هديله بالتوسع. فينه فينه؟ اصبر 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 يا زلمة. بنزول واحدة. يا عم يا ابو حميد، يا عم ابو حميد ده انا فيكتور يا اسطى، ما ينفعش اللي انت بتعمله ده. بس عذبنا ابو حميد بصراحه، كان ماسك الام وبتاعه وقال ايه كرامتي اولا. شرفي شرفي. عارف انت شرفي ده؟ هو ده ابو حميد. عاش يا ابو. بص يا اسطى انا سايق الطياره للمره الثانيه، فاحنا هنكسب الجيم ده باذن الله وهنخنظر فيه جامد قوي. انت مكانك وانا مكاني، امسك سلاحك وانا امسك سلاحي، والله الوطن نوك فينش. في سكواد نزل معانا سطح البيت الكبير يا اسطى ومعتمد السطح يا اسطى. احنا عايزين نجاوبها سكواد كده معاه. سكواد؟ لا يا اسطى، يا ما هو سكواد يا اسطى، سكواد خنزره. اتنين الناحيه دي، اتنين الناحيه دي، واتنين الناحيه دي. انا نزلت تحت يا زبيري. انا نزلت تحت. تعالى لي يا اسطى، تعالى لي بسرعه، تعالى لي بسرعه يا اسطى. اطلع اطلع. امسك السلم، امسك السلم بعد اذنك. بس دي كان بوكس كده فوقه. ماشي فوقته. فوقته. كلايتي كلايتي اتسرعت يا عم. اتفضل سلاح يا اسطى، سلاح سلاح. ماشي يا جدعان بتسرق كلايتي. ماشي يا جدعان. بص يا اسطى انا مش هعتمد بعد كده. العب العب. ايه ده؟ هو مين اللي قتل مين؟ ماشي ماشي. طالع هوبا. اصلا استنى اتنين بالله وبتاع اصلا وانا زعلان. ولا يهمك ولا يهمك، هنعوض دلوقتي هنعوض. اللي ساقها هيندم على اليوم اللي هو ساقها فيه. من وراك ها؟ من وراك يا اسطى، خلي بالك خلي بالك عشان ممكن يجي من وراك. جاي من وراك، جاي من وراك، عذبه. فنشوا يا اسطى. يلا علوم يا اسطى، علوم ما تشغلش دماغك تاني يا اسطى. ايوه يا اسطى على الخنزره. يا جدع انت ما شفتش خنزره اكتر من كده والله. لا يا اسطى حرام يا اسطى، العيال دي كانت تنطط قدامنا وبتاع ما نكلمهمش. اعمل ايه؟ طب يا عم انا معايا يوم مليش شغال. جدع يا حبيبي، جدع يا بابا. امير خلي بالك عشان امير بص ناويها وبيبش. طب عشان امير بيفلانك. ها بيفلانك، امير بيفلانك يا اسطى. فنشولي يا اسطى بقى كده. يلا يا عم امير حبيبي، يا عم امير ما تفكرش تعملها تاني بقى يا اسطى. تعال بص على يا اسطى، يلا بينا يا اسطى. انا سيف فيروت. ها تعال يا اسطى على الله حكايتنا. يلا دخلت حمار المتهور دخلت الفيكتور العنيد وياك تقول لي بيب بيب. خلع يا اسطى. ثواني ثواني ثواني، تعالى. الله يا اسطى اطلع معايا. هو مكمبر شمال. ها مكمبر شمال يا سيدي. إيه في البيت التاني؟ احلى مسا رمسل شواح. استنى رمسل عشان بجد والله صفر لوت ومعايا 30 شوتجن. ايه يا كابتن؟ ابلع يا عم. زمانه بيسيح يا اسطى على 30 شوتجن دول. عيش الهوب. حلوه المكلارن التمام اللي عندك دي، يلا بينا. ايه ده؟ قدام مني كله يا اسطى. يا اسطى انت حاطط نفسك في بيتك يا مسلو، حاطط نفسك في الاوبن. يا اسطى انا اوبن مش اوبن يا اسطى، هجيبهم في يا اسطى وانا الا ولا ايه؟ دوب يا عبد الجليل. ماشي انا في واحد عذبتهولك انا يا اسطى.
والله سبته ايه ده، في سكواد هناك وفي واحد على الجبل هنا. عذبته. ده نحله مع الدول اللي هنا ده زميلي، بعد كده نحله مع السكواد اللي ورا قدام مني يا اسطى. اول ديد يا زميلي اللي عندي هنا جبته. يبقى السكواد بقى هناك على الدوب. ماشي، بس تقريبا الولد ده كان معاه اي دبليو ام تقريبا، فيا رب يكون فعلا معايا يعني. معاه فعلا؟ لا معهوش غير كار للاسف. بقول لك يا اسطى هات يلا بينا واحده اوبن كده من اللي هي بتاعت الشجاعه ورا الصخره. اه ماشي ماشي، بفلانك عليه بفلانك عليه يا اسطى. متاكد هو ورا الصخره يا اسطى؟ ايوه يا ابني. حاول ابلعه نين. واحد بفلانك عليك، واحد بفلانك عليك من هنا. يا عم فادي مفيش احترام للاشقيه ولا ايه يا عم فادي؟ والله هداد من ورا الشجره. الله عليا، انا شايف الواد بينور. كشف ضحك ده يا اسطى، خلي بالك انا بلعب بكشف الضحك. تعال يا اسطى خد الفينش بتاعك. يا عم هتتفنش، يا عم هتتفنش يا ابني. فين بقى الاثنين اللي بقوا؟ Do you see anybody here? I don't see anybody. اوه واحد نعدمه العافيه. نايس واحد، نايس واحد يا اسطى. ده اهو بيجي من زون اهو. جي جي يا اسطى، جي جي. انا عملت لقطه هاكر، عملت لقطه هاكر يا اسطى. انا لست الولا 3 4 هدات من وسط الشجر كده بضرب، فاهم انت؟ لله وللوطن يا اسطى. مكلارين يا اسطى، وده صاحبها. ها ولا ولد انا مش هحلك يلا، انت قبليك ياما مسكات فاشن انا وعذبتهم يا جامده قوي يا جدعان. بقول لك يا اسطى الواد ده يتعذب ما يتسابش، لازم نعرفه ان العيال الاغنياء دي بتتعذب. بص ومكس ام 4 وبتاع والدنيا معاه مظبوطه. اللبسه دي جامده. يا اسطى هو ده يا اسطى صح؟ هو هيتعذب تعذيب. في باراشوت فرعون يا اسطى وهتولع، هتولع اقسم بالله. طبعا اصلا انت ارجل مني بالظبط. فنشه يا اسطى، هات سلاح، هات سلاح. تعال امسك امسك، فنشهم يا اسطى. تعرف يا اسطى، تعرف انت انا عجمه عجمه العافيه يا جدعان. يا عم احمد طب انا الواد الدي بي بتاعه خلص. اضرب 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 بيكا جيمنج يا اسطى. ثواني بقى كده، الدي بي تمام. فين الدي بي تمام؟ هات الهلسه دي يا اسطى. الله حلو يا اسطى. في الدور التاني يمين، ها ثلاثة هم ثلاثة وفي فرعون يا اسطى. نوك معايا، ها مش هينفع نفنشهم دول. ماشي ماشي يلا. انت عارف هتعمل ازاي؟ لا طلعت راجل واحد. ها هلو بي يا حبيبي هلو بي. انا جبتهم كلهم يا اسطى. بوت انت كده طبعا، شفت البوت اللي هنا ده يا اسطى؟ بوت انت يا اسطى كده طبعا، عبيط انا. الحق يا اسطى البوت اللي بيسنجل ده، مش ممكن اروح اقتله دلوقتي، مش ممكن يا اسطى. مسك فاشن ده قبل اخر الجيم يا اسطى، فاهم انت؟ هو دلوقتي تلاقيه بيحزق في الخريطه وبتاع. لا دي بوتات دي يا اسطى. يا اسطى الام 7 البوت بقى بيرمي نيدات يا اسطى من امتى يا اسطى؟ مش ممكن يا جدعان، مش ممكن يا اسطى. عمرك شفت بوت بيرمي نيدين مره واحده؟ مش ممكن. طب يا ريت تحالف. طب ايه يا اسطى؟ احنا فيكتور، مفيش تحالف يا اسطى في الفيكتور، مفيش تحالف في الفيكتور. صعب عليا. تحالف تحالف واغدر. لا يا اسطى لو طلع من المتابعين الجامدين اطلع بط، اطلع اطلع. ما يا اسطى ما قلبي ما هيهونش عليا يا اسطى. اطلع معلم اهو، قلت لك يا اسطى متابعك حبيبي يا اسطى. شفت يا عم رش طلعنا منه بمصلحه، اخدت بكيس. فكرت عيل غريب. ما يا اسطى ما لا يا اسطى انا ما حسيتوش عيل غريب بصراحه يعني. طب ايه ناخد العربيه ونطيح؟ ماشي يا اسطى قلت كده برضه. يا اسطى بالله عليك ما تزولناش يا اسطى، انا صدقني مش عايز اقتلك بس.
شغل البيجيسي كله عليا. صاحبي فين يا اسطى؟ صاحبي لسه عايش ولا مات؟ ما اعرفش يا عم. صاحبي مات. اه والله لا خد حقك يا صاحبي. ايه ده صاحبي لسه عايش؟ يلا بينا اسطى. رش توفى يا اسطى. ايه رش توفى يا اسطى حبيبي يا اسطى. بقول لك ايه، رش توفى وفي عيل هنا. يلا العيال ياما قوي يا اسطى. حلو بيني بعد لما اموت. بس صاحبي بيحل معاهم. احلى حاجه لصاحبي بيحل معاهم وانا بفلانك. اصبر اصبر اصبر، انا عادي مش هحلهم يا اسطى. بص العيال مسرده يا اسطى قدامي، هروح لهم كلهم من ظهرهم فاهم، واروح لهم وانا نايم على الارض يا اسطى، واقوم جايبهم كلهم نوك فينش. يا سلام. عارف منين ده اللي انا هنا؟ اما ده القنبولة عصر. يا صاحبي ما تحل معاه. ايه يا سلام صوت هنديل. حلو يا صاحبي، الله عليك انت صاحب جامد يا اسطى، الله عليك يا اسطى. ايوه 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 صاحبي عمال يعذب يا اسطى. يا اسطى يا اللي معايا انت جدع يا اسطى حبيبي. اقلع بقى كل اسلحتك ويلا بينا بوكسات في بعض. ماشي تعالى بقى كده انت انت حبيبي يا اسطى. تعالى ملاكمه بقى بلا ما احلك يا اسطى. لسه ضربه. لا ما تخلعش ما تخلعش. ايه يا اسطى سريع قوي يا اسطى. ولا 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 والله ما احلك يا اسطى. تعالى تعالى. عاش يا زميلي عاش يا اسطى. هو احنا عزبنا المسك فاشن ده واحنا بنعمل الجيم ده؟ عزبناه صح؟ الله اعلم يا جدعان بصراحه، بس انا كده عزبت الولد ده يعني ما سبتوش في حاله. عاش خنزره يا زميلي. وبس يا اخويا كانت دي كل حاجه في فيديو النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبك. النهارده كانت خنزره جامده، خنزره عالميه يا جدعان. فبس كده يا زميلي، كان معاك امسولو، ان شاء الله اشوفك في الفيديو الجاي. سلام عليكم.